بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حباكم عشرة في حلقة جديدة وجميلة ومتنوعة من رحيق الأمكنة. رحيقنا اليوم جميل ومختلف باختلاف المكان. قدرنا نطلع من ولاية الخرطوم لواحدة من الولايات الرائعة واللي تميزت بتميز هذا المكان اللي حقيقة شكل عادات وتقاليد وشعوب مختلفة. قدر هذا المكان إنه يجمع، وقدر هذا المكان إنه من الحزم والربط والضبط زي ما الناس بتقول، بالإضافة للصداقة والأخوة والاحترام والمحبة، يجمع كل أصحاب الفكر والثقافة والإبداع والسياسة في مكان واحد. تخرج من هذا المكان أسماء ورموز شكلت وجدان الشعب السوداني وقدرت تنطلق حقيقة لكل العالم وشكل هذا الإنسان الذي يسمى سوداني. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من ولاية الجزيرة من حلتوب، تفضلوا معنا. بهدي تحياتي وبهديك يا عجبي حلتوب الجميلة الجميلة حلتوب الجميلة. بهديك تحياتي وبهديك يا عجبي حلتوب. نبدأ معكم مشاهدين تاريخ حلتوب الجميلة، حلتوب اللي فيها كثير من العبق والتاريخ وفيها ذكريات أروع مع ناس متميزين جدا كانوا موجودين في المكان ده، شكلوا فعلا الشكل الاجتماعي اللي كان موجود وقدروا إنهم يخلقوا الروح الرائعة اللي خلينا نقول إنها توارثت من جيل لجيل. أنا سعيدة ألاقي واحد من الناس الأساسيين اللي كانوا موجودين في مدرسة حلتوب، واللي هو يمكن كعمله في الفترة ديك كان بسيط لكن عمقه كان كبير ودوره كان كبير، والآن هو دوره أكبر. فهو عمل كمراسلة في الفترة ديك لبعض الطلبات في المكاتب، لكن عاصر يعني كثير من الأسماء من الرواد من الأساتذة والمعلمين حتى مستر براون نفسه. فهنتكلم عن ذكريات مختلفة بشكل مختلف مع عمنا طه محمد. طه أهلا ومرحبا بك كثير وشرفتنا في رحيق الأمكنة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف صحتك إن شاء الله؟ كويس الحمد لله. والله طبعا لما أقول أنه عاصر مستر براون ممكن نتخيل زور كبير، لكن ما شاء الله لسه شباب يا عم طه. بارك الله فيك. يديك العافية إن شاء الله. الله يسلمك. متين أنت جيت هنا حنتوب؟ أنا جيت هنا حنتوب من 52. من 52؟ نعم. بعدين اشتغلت هنا 54. ايوه يعني أنا قبل بعد 10 سنين تقريبا من كنا بنقرا نحن كنا بنقرا. اها. وبعدين تقروا وين كنتم؟ كنا بنقرا هنا من هنا لغريتنا بهنا جاي. ايوه جنب المربعات دي، والمدرسه كانت بجوه بهنا. ايوه المدرسه الاوليه. اها. بعدين الخواجه كان داير كميه من الناس من العاملين المراسلات. ايوه قام اختارنا نحن 10. عشرة. براهو كده جو وقفكم؟ جو وقفنا، وقفنا صف كده. اها. شفتها؟ ولا انتوا براكم اتطوحتوا مشيتوا؟ ابدا ابدا. أه. جابنا من المكتب لمدير المدرسه انه يجيب له هنا. أه. 20 واحد. اه هو يختار. اي وجابهم هنا ورصانا هنا في الميدان ده هنا. ختانا كده. اها. الخواجه. جنب بعض جنب بعض. اي جنب بعض جنب بعض. طيب. يجي طوالي اوه كمان اوه طوالي كده بس. انت امرك برا، انت تعال، انت سال، لغايه ما اخترنا 10. 10 مراسلات طوالي هناك. وقت عمرك كان كم سنه يا عم طه؟ 13. 13 سنه. ايوه 13 سنه. وبعدين جابنا هنا وعندهم هدوم كده لبسونا لهم. شكلها كيف؟ لونها شنو؟ ابيض. اها. وشريطه حمر هنا بدوك لي هنا. اها. شريطه حمر. زي الحزام؟ زي الحزام. اها. شريطه حمر. أه. وبخطوك في هناك في المكاتب. وزي جلابيه يعني بتكون ولا بتكون؟ زي جلابيه. ايوه. زي جلابيه واقل من الجلابيه شويه. ايوه. بس يدوك لها هنا وبعدين في نفس الراس فيه شيء خاتيته ولا ما فيه؟ هاي في هنايا. طاقيه. طاقيه. طيب جميل. طاقيتهم دي بتغطي الراس كله. اي. بعدين في نفس الوقت بيقوم بيقول لنا انتوا تمشوا تقروا في مدرسه البندر. البندر دي وين؟ البندر في مدني. في مدني. في مدني. اها. بنمشي بدون عجلات. نمشي بالرفاس. اها. نمشي طوالي مدرسه البندر نقرا لغايه الساعه واحدة. بنرجع راجعين. جميل. هنا في كوبانيه. في كوبانيه هنا صندوق. أيوه. كبير فيه اصابع كده. انت بتقعد الخواجات بيضربوا
لزملائهم من هناك. بعدين انت بتكتب هنا بيضرب الجرس ترفع الصباع بتعرف ده منو؟ ده فلان الفلاني. يقول لي ادينا مستر فلان الفلاني. ادينا مستر فلان الفلاني ترفع الصباع. ايوه توصل 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 من هنا توصل لهنا. توصل توصل الخطوط. هاي توصل الخطوط كويس كده. لقيت الساعه 5 كده. اها دي شغلتك؟ دي شغلتي. والله كويس جدا. بعدك بنفوت هنا تلفنجي زي ما بقولوا زمان. تلفنجي والله تلفنجي زي ناس السكه حديد ديل. هاي ايوه هاي هنا بس صباعات كده. بعد ما ننتهي من المدرسه يعني معناه هنا كنتوا بتاخذوا كم؟ بدوكم كم؟ نايمة تذكر؟ ما بعرف غايته قروش كم قرش؟ كم قرش؟ 150 ولا حاجة. والله يا بختكم كانت حاجة كثيرة. أكيد كانت كثيرة. أي توفروا منها كمان صح؟ أي أيوه وبناكل ونشرب بلاش ساي. أيوه لأنه السفرة هنا شغالة طبعاً. طبعاً كله بمواعيد بمواعيد تمشي طوالي. فطور الساعة كم والغدا الساعة كم؟ الفطور بعد الساعة 8:30 الفطور. طيب الغداء بعد الساعة 2 طوالي. أيوه. وبعدين الناس اللي عليهم عندهم هنا بيقعدوا بالليل كمان يتعشوا بعد الساعة 8. لكن حدكم 8-9. بس طوالي حد 8-9. بعدين الميدانين ديل موادين للاجتماعات. ده الميدان اللي احنا فيه ده حسي؟ الميدان حسي بيجي زي حديقة دي. ده هنا هاي شفته دي. ده ميدان. وذاك ميدان. ده ميدان وده ميدان. طيب. الأولاد بيضرب الجرس الساعة 7:30 ولا 8. عشان طوالي يقعدوا هنا. اولاد اولى بقعدوا في هنا في كنب. الكنب ده اولى هنا وثانيه هنا وثالثه في الكنب. ايوه يجعل الحنطوبه الجميله دائما جميله وجميله بيكم اكيد يا عم. الله يبارك فيك ان شاء الله. ربنا يديك ويكرمك الصحه والعافيه. الله يخليك. تسلم ان شاء الله. الله يخليك. نواصل رحيل نواصل. بهدي تحياتي وبهديك يا عجبي الجميلة الجميلة حنطوبة الجميلة مشهورة بأسماء وبشخصيات وبأماكن مختلفة. كل مكان عنده رحيقه وعنده وضعه الخاص وعنده نكهته الخاصة. أنا سعيدة ألاقي واحد من خلينا نقول أبناء هذا المكان درس في حنطوب وعلم في حنطوب وهو مشهور جدا بالنسبة لكل الناس اللي درسوا مادة الجغرافيا لأنه كان عنده إسهام كبير جدا في مادة الجغرافيا اللي درست في المناهج السودانية لمدة 30 سنة. عنده أكثر من 7 مؤلفات في دار النشر الكتب السودانية وعنده كثير من المؤلفات اللي بتكلم فيها عن قصص وحكايات وروايات تختص بالمكان تختص بحنطوب وتختص بجغرافية المكان وبالحركة الوطنية وبالرموز والشخصيات اللي كان عندها أدوار كبيرة جدا في هذه المدرسة العتيقة حنطوب. فأنا سعيدة ألاقي واحد من الرموز المعروفين جدا لهذه المدرسة ولمدني ولكل السودان. أهلا ومرحب بالأستاذ الطيب علي عبد الرحمن. شرفتنا كثير وأهلا بك رحي غلام. والله أنا شاكر لكم كثير الشكر ونرحب بقناة الشروق في هذا صراحة التربوي العظيم. يعني أنا سعيد جدا. إحنا الأسعد حقيقة. وحقيقة يعني دائما الحديث عن حنطوب يثير أشجان وكوابل وذكريات طيبة جدا نفخر بها على مدى الزمن. أكيد طبعا. وإحنا جايين الليلة معاك علشان تدينا الرحيق الجميل ده وتورينا كثير من التفاصيل اللي يمكن في ناس ما عارفينها. الناس اللي ما درسوا في حنطوب ونعيد الذكريات الجميلة دي للناس اللي عندهم علاقة بالمكان ده. فكده خليني أول قبل ما أبدأ بأي حاجة أبدأ معاك بأنه حنطوب ليه متميزة؟ ليه فيها النكهة الخاصة اللي احنا بنلقاها عند الناس اللي فيهم كثير من الناس اللي حقيقة بيبكوا لما يقعدوا يتذكروا حنطوب؟ أكيد فيها بعض الأمور اللي ميزتها عن حتى باقي مدارس السودان. تفضل. والله ده سؤال جميل جدا ويمكن ده محور الحديث عن حنطوب كله يدور حول هذا الجانب. نعم. أنا في كتاب حنطوب استطلعت آراء بعض الطلاب كنت بقول لهم اكتبوا لي سطرين ثلاثة عن حنطوب. جميل. في واحد منهم الله يطرب الخير ويطول عمره ويزيد علم وأكثر إن شاء الله. البروفيسور حسن مكي. يا سلام. أحط طلابي في حنطوب. يا سلام. الراجل ده في سطرين لخص رسالة حنطوب في كلمات. ولو سمحت لي أقرأين عشان نكسر الزمن. يا ريت طبعا. أكيد اتفضل. أقرأ الكلمات دي. اتفضل. حسن مكي قال عن حنطوب قال مدرسة جميلة هادئة كانت منتجعا علميا تجعل الوافد إليها ينقطع لما يحب.
ينقطع لما يحب. دي تحتها خطين. ما يحب يكون شنو؟ إبداع علمي أو روحي أو فكري أو سياسي. حنتوب مثلت رافدا أساسيا للعقول التي كونت السودان الحديث ودمجت أنماط متعددة من السودانيين وطبعتهم بطابع السوداني. ده افتكر كلام مختصر مفيد يلخص كل الرسالة بتاعت حنتوب في هذه الجوانب. وافتكر كل الناس اللي أيوة. سألتوهم هيكون بالروح. لذلك طلعت العلماء وطلعت المفكرين وطلعت الناس الوضع بذرة الفكر السياسي المعاصر. يا ريت تديني أسماء وشخصيات معروفة أسماء. جدا في تاريخ الحركة السودان. الإسلامية اللي قامت في السودان والآن تحكم الوطن البذرة بتاعتها كانت في حنتوب. زي منه؟ وأذكر منهم أول حاجة المرحوم النصري حمزة. نعم. وقبله كان المرحوم المرحوم محمد يوسف محمد والدكتور جعفر الشيخ إدريس وبعدهم كان الرشيد الطاهر وآخرين وعلى رأس كل هؤلاء الأستاذ بابيكر كرار النور. نعم. اللي هو رئيس الحزب الاشتراكي الإسلامي. نعم. الحركة الاشتراكية أيضا قامت في حنتوب على رأس الناس صلاح أحمد إبراهيم ومحمد إبراهيم نقد وليتر طبعا ظهروا مفكرين برز دورهم في التاريخ المعاصر ممثل بشخص الدكتور حسن الترابي. نعم. الذي أسس الحركة الإسلامية وقاد إلى أن حكمت السودان في الوقت الراهن. نعم. ولذلك نقدر نقول أنه كانت يعني من الأحزاب الثانية برضو. أيوة من الأحزاب الثانية برضو من الأسماء. والله طبعا الحزبين الكبيرين ديل كانوا هم الحركة الاشتراكية والإسلامية. ديل هم طبعا كانوا بتضم أزكى الأولاد وأشطر الأولاد وأكثرهم بروزا. يعني أفتكر قبل كده كمان ممكن نتكلم عن الحركة الوطنية في السودان لأنه حنتوب باعتباره واحدة من البذور الأصيلة جدا في اجتماعات بذات طابع مختلف وشكل مختلف أسست برضو لشكل الوطنية. ده سؤال جميل برجعني أقول أنه حنتوب لما قامت سنة 46 أيوة. كانت الحركة الوطنية في مدني أيوة. كانت في أوج عظمتها مؤتمر الخريجين على بقيادة أحمد خير. أكيد طبعا. لكن حنتوب كانت تمثل رافد مهم جدا لدعم الحركة الوطنية وكان يصطفوا على ضفاف النيل ويهتفوا عشان يحركوا الشارع في مدن. كانوا بيقولوا شو بالهتافات وبيحكوا يزبط الاستعمار يزبط الاستعمار. كان عندهم حاجات خاصة براهم ولا بس أيوة بعدين الموية الموية في النهر أو في النيل كان بتعمل ماجنيفيكيشن للصوت. أيوة. مدني كلها تسمع كده وتاف حنتوب. سبحان الله. وكان يطلعوا ثاني يوم بالمظاهرات. السلام. ومن بين ما ورد في الكتاب أنه واحد زي الأستاذ فاروق أبو عيسى فاروق أبو عيسى وآخرين كان بيسرقوا المراكب بيقطعوا البحر بالليل عشان يحركوا الشارع. دي من ضمن الحاجات المذكورة في تاريخ الحركة بتاعة الطلبة ضد الاستعمار. لكن يعني كانت دور كبير جدا جدا وكانت بتحرك الشارع وكان عندها دور في دعم مؤتمر الخريجين لأنها كانت تضم الطبقة المستنيرة. صحيح صحيح. من إسلاميين واشتراكيين وغيرهم من أبناء الوطن يعني. جميل والله. كان لعب الدور كبير في هذا أكيد الجانب. أكيد طبعا أدوار عظيمة معروفة حنتوب حقيقة. الأدوار دي انتقلت من جيل لجيل وبقي عندنا أسماء كثيرة جدا وشخصيات وحقيقة ما شاء الله الكتاب دسم جدا. يعني الكتاب حنتوب الجميلة ده فيه كثير من الـ يعني خلينا أقول الحاجة الورا كلها عبارة عن توثيق متميز حقيقة عليه حقيقة يا أستاذنا. صور لشخصيات لأساتذة لناس اشتغلت يعني حتى خريجين الدفع كلهم أنت جبتهم. جبت من وين الكلام ده كده يعني؟ والله أنا أول حاجة أشكرك على هذا الحديث لكن الكتاب ده أنا كنت شغال فيه لي 6 سنة. ده أنا أقول لك سنين أيوة. طويلة هتكون أكيد. لكن لأنه طبعا الناس كلها اللي انتقل لرحمة مولاه وناس البعدت في مهاجر أو داخل السودان كان الحصول على المعلومة صعب جدا. صحيح صحيح. ولذلك كنت بلقط من الطلاب القدام. أيوة. والطلاب الجدد الذين درست كثير منهم عبر 12 سنة والعمال في قرية حنتوب والقرى المجاورة ومحل ما ألقى ممكن زول يديني معلومة بمشي له. فكانت حصاد بتاع 6 سنين. لكن بنقول انه يمكن الذاكره كون يعني مرات الانسان ما بيقدر يلم بكل حاجه لكن ده جهد المقل. الله الله يكرمك. وانا سعيد جدا انه هذا الكتاب يوثق لتجربه فريده صنعت السودان المعاصر. قسمته كيف؟ قسمت الكتاب كيف؟ قسمته اول حاجه يعني بدينا بفهم الاسم حنتوب ده جاب من وين. ايوه دي قصه طويله جدا. طيب ورينا ليه؟ في روايات كثيره جدا لكن اكثر روايه لقيت من واحد من شيوخ المنطقة بتاعت شرق النيل في واحدة من قرى المحلية شرق النيل هنا في أم القرى. أيوة. ومشينا جبنا منه معلومات موثقة بالشعر. حنتوب دي أول ما بدت
عملوها بعض الشيوخ اللي كان بيستقروا في الجزيره اللي وسط النيل. وقصه بواحد اسمه نقاش وقصه طويله جدا. ايوه وريني جزمنا. المهم الناس كان بيكتبوا في شعرهم يقول لك ماشيين حنتوب نقاش. حنتوب نقاش اسمه نقاش ده واحد من الشيوخ في المنطقه بتاعت شرق النيل، وديل كانوا بيجوا بالبهايم بتاعتهم بيقعدوا هنا جنب المشرع، والمنطقه دي كلها كانت غابه. من هنا لبحر دي كانت غابه ضريه جدا، فيها الاسود وفيها الضباع وفيها كل حاجه، كانت مرعى. لكن كان بيستقروا جوا البحر في الجزيره. ايوه عشان كده كانوا بيقولوا يعني بيصلوا حنطوب بالمراكب. الجزيره دي كانت اساس حنطوب الاسم. ايوه بيقولوا حنطوب نقاش، بيقولوا حنطوب الجنه الماليه دروب. وحنطوب دي ذاتها معناها شيء. ايوه حنطوب دي برضه ما قلت لك في روايات كثيره. أيوة. لكن في ناس بيقولوا انه المنطقه بتاعت الغابه دي كان فيها التبر. التبر ده نبات. ايوه لما بيمشي على الارض او بيتمدد على الارض ويسحب، وكان علف للبهايم. ايوه وعنده زهره جميله جدا بيضة. واتذكر احنا صغار في المسلميه كنا بنمشي نلقط التبر ده من الحواجات جنبيه للناس اللي عندهم غنم في البيوت. ايوه التبر ده الاسم الثاني بتاعه بسموه الحنتوت. حنتوت ما حنتوب، حنتوت. ايوه ويقال انه ده كان اسم تحور بعد ذاك بقى الى حنتوت. الى حنتوب. ودي بتجيبنا برضه لكلام الزعيم اسماعيل الاسري عليه رحمه الله. لما كان هو على قمة الحركة الوطنية أيام الاستعمار وكان معلم في كلية غردون اللي كانت مدرسة ثانوية أساسا، صحيح صحيح، قاموا نقلوه حنتوب عشان يبعدوه من الحركة الوطنية في العاصمة. فقال نقلوني حنتوب لكن برضو ما حنتوب. ولذلك استغال من التعليم وتفرق في العمل السياسي وقاد الحركة صحيح الوطنية صحيح صحيح. بامتياز جميل طبعاً جدا. طبعا كأستاذ احنا كل المشاهير عندنا في السياسة وفي الفن وفي الثقافة كلهم أساسهم كانوا أساتذة درسوا حقيقة أجيال، ودي من الميزة اللي بتميز بها السودان حقيقة. يعني والله أنا أفتخر بها في السودان. أنا برضو داير لو سمحت لي اتفضل. أذكر حقيقة اتفضل. حنتوب دي لا تذكر أبدا تاريخها إلا بذكر رجل عظيم جدا لم ينل من العلم حظا لكن كان ساقب النظر، الشيخ أبو زيد أحمد العوض. هو الذي تبرع بالأرض وأقنع الإنجليز لإقامة حنتوب في هذا المكان. ممتاز. وأقنع الشيخ أزرق طيبة. أيوة. وأزرق الشيخ عبد الله الكارب، وصغار الملاك اشتروا منهم الأراضي بقيمة بسيطة جدا. سلام. وكان على صلب الإنجليز، فقام هذا الصرح العظيم اللي رفض السودان بخيرة الأبناء. صحيح. الآن أسماءهم يعني في كل مجال. صحيح. أرض كبيرة يا أستاذ الطيب، لكن يعني إحنا لما جينا خاشين إحنا يمكن أنا واحدة كنت متوقعة إنه حنتوب هتكون مدرسة صغيرة أو باحتمال إنها بقت كلية فيها إضافات، لكن اكتشفت بإنه هي مدرسة أصلاً. وجميل ونحفظ لكم حقيقة يعني كل الشكر والحق بإنكم حافظتوا على نفس الشكل الأساسي اللي موجودة فيه حنتوب كانت يعني. فالمساحة كانت كبيرة جداً. المساحة دي كم تقريباً؟ حنتوب مساحتها 30 فدان. 30 فدان. 30 فدان. وفيها أكثر من 120 منزل، أي زول في حنتوب كان يسكن. الله. الناظر، الوكيل، رؤساء الشعب، المدرسين، الموظفين والعمال. الله. ده كان واحد من عناصر نجاح المدرسة واستقرارها. لأنه أنا بلقى البيت، بلقى الجمعية التعاونية، بلقى الجزارة، بلقى العيادة. ولو عندي حاجة في مدني في مندوب بيمشي يوميا بيجيب البسطة، يجيب الجرايد، إذا دلك حاجة من السوق بيجيب لك، وأنت متفرغ تماما على مدار 6:30 صباحا ل 10 بالليل. احنا متفرغين خدمه لابناء الوطن في هذا الصرح الجميل. احنا متفرغين واحنا متمدنين. أيوة يعني نعم. دي مدنيه ما بتسبق مدنيه حقيقه، والكلام ده في الاربعينات والخمسينات. أيوة نعم. يعني 46 برضه يعني لابد ان ننصف احد الرجال المستر لويس براون. اول مدير المدرسه، رغم انه كان ده رمز الاستعمار. نعم. لكن كان رجل تربوي بامتياز، يتعامل بتعامل يحب الطلبة بطيئة. يلعب معاهم في الكورة وفي السباحة وبياكل معاهم في الصفرة وبيجري معاهم الكنتري ريس والضاحية. وكان الطلبة لما يجري ويبكي بيبكي ويحنسهم عشان يرجعوا يبقوا خدمة لوطنهم. سلام. ويتأهلوا ويمشوا لقدام. يا سلام. وهذا الرجل والله يعني رغم أنه كان ينتمي لحقبة استعمار قهري، لكن كان رجل تربوي بكل ما تعني هذه الكلمة. ولذلك حدث مهم جدا سنة 71. المدرسة احتفلت باليوبيل الفضي. نعم. وكان وقتها رئيس الدولة المرحوم جعفر النمير. نعم. طبعا قصة شهيرة. طلبة الخريجين ديل جابوا مستر براون ده وكرموه في هذا المكان. نعم. مسرح ده كان مسرح حنتوب كان هنا. حنتوب. فالرجل ده كان بيبكي ما كان بيقدر يتكلم. الخريجين ديل جو من الجنوب. يا سلام. جو من الغرب بالطيارات وبعربات، وكانت
يوم في تاريخ المدرسة لا ينسى. كان مهرجان. مهرجان كبير. أحمد محمد الصالح الشاعر. نعم. الكبير. نعم. جابوه وكان متكل عشان يحضر رشيد العالم. ايوه ايوه ده كان وكيل المدرسه، ده كان نوع الاساتذه. يا سلام. ناس الهادي ادم. يا سلام. ناس عبد الحليم علي طه. يا سلام. والجيل الثاني من الشعراء. الله. ناس كامل عبد الماجد وناس عبد الواحد عبد الله يوسف وعمر محمود خالد وزين عباس عماره وعمر عبد الماجد وعشرات الناس كانوا مبدعين في كل مجال. سلام الله يذكرهم. مجال الشعر، مجال الكوره، المجال العلمي. الان عندنا علماء في السودان طلعوا من المسرح ده بمسابقات النادي العلمي. الله العظيم. واذكر احد طلاب النجباء الدكتور بتاع الكلى الدكتور كمال ابو سن. كمال ابو سن ده واحد من رموزنا في طب زراعه زراعه الكلى في العالم. صحيح. في لندن كان عنده مستشفى جدا. كبير وصحيح. انا لقيت ناس في امريكا، لقيت ناس في اوروبا في الخليج، والله رموزي كيلو العين. يا سلام. دي الابناء السودان التي كانت هذه المدرسه عندهم يبقى برنامج لا يتعطل. يا سلام. لا ينكسر، لا يتاخر. الله الله. والتيم ده كله 120 عامل يسهروا في كل المجالات على مستقبل الطلاب. في حته لازم تكملها، المعلمين، حته مستر براون لما نتكرم هنا ولما مشى بريطانيا. ايوه لازم تكملها. دي كانت والله قصه جميله جدا، انا اوردتها في الكتاب من خلال روايه بعض الطلاب. ايوه. لكن لقيت الحقيقه في كتاب احد السفراء، ده كان ضمن الوفد اللي زار بريطانيا مع الرئيس نميري. نعم. ده كتب الحقيقه. نعم. قال طبعا ملكه بريطانيا كانت تعلم انه اليزابيث كانت. ايوه اليزابيث الثانيه اللي هسه موجوده. أيوة. يعني. نعم. كانت تعلم انه المدرسه اللي تخرج منها نميري ده كان رئيسه او مديره. نعم. اللي اسس النظام بها مستر براون. نعم. ففاجات النميري وهي بتدعوها على الغداء. ايوه. قامت رسلت لي جواب من القصر بتاعها، تجي تتغدى معانا اليوم الفلاني في قصر الملكه. ودي بالنسبه لمواطن عادي بيقولوا ان حدث حدث ضخم كله كله بيطلع عليهم نشرفات يعني. فالرجل ده في الكتاب بتاعه صح عليه معلومه كتر خيره. قال جينا داخلين ودخلنا الغاعه بتاعت الملكه وقدامنا الغداء، بعد شويه شفنا زول هناك بعيد واقف في الكورنر معه مره كبيره. فانتبهنا بعد شويه انه ده المستر براون. الملكه اليزابيث فاجات نميري لمعرفتها بانه هذا الرجل كان عنده تقدير خاص للرئيس نميري، لأنه كان رجل ذو إمكانيات كبيرة جدا. نعم. في الرياضة، وكان رئيس داخلية، وكان محبوب لدى الطلبة. نعم. وأخيرا بقى رئيس السودان. فكانت مفاجأة ممتازة. ومن الحاجات الغريبة جدا مستر براون ده لما جه سنة 71 في اليوبيل الفضي سألوه ناس التلفزيون، قال لي كنت يتوقع أنه نميري ده يكون رئيس؟ قال لهم أبدا، كنت أتوقع يكون رياضي. فكان بيناتهم محبة. وهذا الرجل كان يحب كل الطلاب. يا سلام. يعني رجل كان نموذج لمربي مميز. والله ده كلام جميل. ما هي دي حنتو أقول والله حاجة مهمة اتفضل. جدا في حق زملائي الأساتذة. اتفضل اتفضل. أنا لقيت هنا، أنا كنت معلم محظوظ. الحمد لله. 12 سنة ما اشتغلت مدرس على سبورة إلا في حنتو. تعاملت مع خيرة المعلمين في شعبة الجغرافيا والشعب الثانية، وتعاملت مع أكثر من 7-8 نظار من خيرة مدراء المدارس علما وأدبا وصدقا وأمانة، وفي نوع من الحزم. الحزم المربي. أيوة صحيح. يعني كانوا ناس حازمين وعارفين. ولذلك كانت المدرسة دي كلها بتشتغل كل حلقة مربوطة بالثانية زي الساعة. زي الساعة يعني الله. هنا المدرسة شغالة فراشين بنظفوا المكاتب والفصول. هو النظام والدقة. بيطلعوا الفطور بيقول الفطور جاهز. ده النظام والدقة والأمانة. بيجوا الفطور بيقول الحصة الثالثة جاهزة. أيوة. أساسا جاهزين. أيوة. المذاكرة. أيوة. ألعاب القوة، الرياضة. بعدين ألعاب القوة دي عندها قصة. يعني الناس قريب ده كان بيسمع عن حاجة اسمها المونديال. أيوة. مونديال ده كان في حنطوب من سنة 46 ميدان الحرازة. كانت ألعاب القوة. سباحة في النيل. سباق الزوارق. العاب القوه بكل انواعها. في تنس قالوا برضه 46 في ميدان الحرازه. سلام الله. ده كانت تعد الطلبه الابطال في كل جانب رياضي، في كل جانب ابداعي. ومسرح حنتوب كان يقدم قمه المسرح العالمي انجليزي وعربي. الله. كانت ليالي يحضروها كل ناس الغوره بشغف. وكان فيها كاس بين الداخليات. سلام. ونحن كنا تيوتر للداخليات، كنا بنجهز الشغل بتاعنا يدوك يوم تعد لي من الليله. عشان تجود، عشان تقدم حاجه ممتازه. الله. وكانت هي دي يعني لا تنسى. افتكر انه روح المنافسه الموجود والناس المتميزه اصلا بطبعها اللي خلت شكل الجوده ده. أيوة. يكون كده بصمه
راسخة لا غير الزمن، لا غير غيرت الأجواء، لا التضاريس، لا أي حاجة، ولا هتقدر تغير في حنتوب من البصمة الرائعة لي. وأكيد أنت واحد من البصمات أستاذ طيب. أنا سعيدة جدا وفخورة إنه لقيتك حقيقة. والله أنا أشكر للحظ السعيد اللي خلاني أشتغل. الله يخليك الله يخليك. إحنا كمان سعيدين. حاجة أخيرة لو في زمن، في زمن اتفضل. طيب النادي حنتوب من سنة 46. أيوه. لليلة أي زول ارتبط بحنتوب دي متعلق بها بشكل غير عادي، بدليل أنه الآن في رابطة منظمة خريجي حنتوب وسجلت عضوية وتنظيم مسجل، وكل شهر بيعملوا ليلة بجيبوا أحد علماء حنتوب يحكي عن مجاله. منطقة بتاعت السنارة بقت في الخرطوم، فخر ليهم. أيوة. وداير أقول شنو هذا الحنين الجارف، السر بتاعه شنو؟ يعني لا زلت السر اللي بشد الناس لحنتوب دي رغم السنين. أيوة صح. يعني لليلة الناس بيتتكلم، أي زول بيجي حنتوب عابر حتى لو صبي عمره 70 80 سنة يقول لازم يجي يزورك، أشوف المدرسة فيها شكلها كيف، داخليتي كانت وين، ولو ألاقي واحد من الحنين. يا سلام. حقيقة لقينا ناس كثير أفضل من عبر عن هذا. أيوة. هذه النوستالجيا الحنين الجارف للمكان الشاعر لمين بلا. نعم. وأنا التقيته في الرياض في السعودية، هو مستشار قانوني كبير. نعم. من أبناء فداسي. ولو سمحتوا لي أقرأ أبيات توريكم كيف الحنين للمدرسة الرضول اللي عبر عنه. تفضل. لو سمحتوا لي. تفضل. طيب اللي من بلة ده قال كلام في حق حنتوب، يعني كلام جميل وحلو. قال الضفاف الخضري كانت منتدانا، وعلى الربوة كنا نتلاقى، والنجيم البكر كم أصغى إلينا، وحكى للبدر ما قلنا وساقى، مثل زغب الطير كنا نتغنى، كيف أمسى من عشقنا وأفاقه، أو ما زال على أحد قطعنا، أم تراه مل من صبر وطاقة، ذكريات هجن بالقلب فغنى، وحديث لذ للسمع وراقة، لذاك الهدهد الموفور حزنا يخفق القلب هياما واشتياقا. إيه يا حنتوب أيام تولت فرجيها إنها طابت نضاقة. الله أفتكر ده أجمل ختام وأجمل أجمل قصيدة حقيقة، وده أفتكر جزء بسيط جدا من حاجات كثيرة جدا. والله أنا أفتكر إحنا لو قعدنا 10 حلقات بجد يعني ما هنخلص من أسماء وذكريات وقصص وقصائد وغيرها. أيوة. لكن هي بنقول دائما إنها إشارات، وإشارات رائعة وجميلة ومضيئة حقيقة في حياتك وفي حياتنا. شكرا لك يا أستاذ طيب، يديك الصحة. بالتأكيد الحديث عن الذكريات الجميلة في حنتوب لها وقع خاص، خاصة لناس ممكن يكونوا درسوا في هذا المكان ومن ثم درسوا، ومن ناس الورق حقهم اتنقل من مدرسة وأصبحوا أساتذة ومعلمين في هذه المدرسة اللي هي بعد كده طبعا أكيد أصبحت كلية حنتوب. أنا سعيدة ألاقي اثنين من النمطين ديل، وبالتأكيد الذكريات ونفس الحلاوة اللي احنا لقيناها يعني يتذوقوها كل الأساتذة وكل الطلاب وكل من عمل في هذا المكان لقيناها برضو موجودة عندهم. فأهلا ومرحب بدكتور زهير أحمد موسى. أهلا ومرحب بك. أهلا عبد القيوم. أهلا ومرحب بك، شرفتنا كثير. الله يخليك. وأهلا ومرحب بدكتور برضو فرح أحمد موسى. أحمد موسى أهلا ومرحب بك، شرفتونا كثير. دكتور زهير أخذوا ورقه وجابوه كمعلم، بقى معلم. ودكتور فرح هو درس في حنتوب ودرس بعد كده في حنتوب، فده أفتكر برضو الواقع بيكون مختلف بالنسبة اثنين. طيب أنا أسألك دلوقتي يا دكتور، يعني لما أنت كنت في أتو مدرسة أول وبعد كده قاموا نقلوا، وريني كده التفاصيل اللي جابتك حنتوب وذكرياتك في حنتوب. حنتوب الثانوية. أيوة. أول ما تخرجت في الجامعة وأنا خريج تربية رياضية. نعم. وببحث عن مدرسة معينة عشان ألتحق بها، كان من نصيبي ومن سعادتي، أنا أعتبر ده يعني حاجة من رضا الوالدين. نعم. إنه أنا وجهت إلى مدرسة حنتوب الثانوية. طبعا بحكم أنا من مواطني مدينة ود مدني. نعم. كنت عاوز مدرسة جيدة، لكن أنا بحكم تخصصي وأنا عندي معرفة بحنتوب الثانوية قبل ما ألتحق بها، كانت أمنية داعبني أنا عشان أكمل خبرتي وتجاربي في حنتوب. لأنه بقوله كان مونديال رياضي، يعني كانت في حنتوب. حنتوب ما تتصور، يعني حجينا بمعلومات
ما عادية، أخذنا بكالوريوس تربية رياضية، افتكرنا نفسنا حنجي نضيف علم كثير جدا للناس هنا. لقينا في تقاليد موجودة في هذه المدرسة كفتنا إنه نحن نبتكر أو نبتدع، لأن المدرسة كانت مؤسسة تأسيس على مستوى عالي جدا من حيث النظم، من حيث البرامج. نحن ما كان علينا إلا أن ننفذ ونحسن التنفيذ ونفتش في الأساليب وفي الطرائق. هذه المدرسة أكيد أكاد أكون لا أبالغ إذا قلت لكم إنها كانت أفضل مدرسة في العالم، ليس في العالم، لأنه كل ما درسناه كل النظريات التربوية كانت مطبقة في هذه المدرسة. جميل، أنا حقيقة حابة أتكلم عنها وعايزاكم أنتوا الاثنين تتكلموا لي عنها، لكن كده أدي سؤال أول لدكتور فرح كدارس في مدرسة حنتوب وكأستاذ جامعي بعد كده بقيت في فخليني دار اعرف الاحساس، هل هو نفس الاحساس اللي عند دكتور زهر ولا برضه في اختلاف؟ علشان بعد كده نتكلم عن النظم والكلام ده بيناتكم انتوا الاثنين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله دكتور فرح محمد موسى. اهلا بك. خريج مدرسه حنتوب والعام 78 79، انا كنت رئيس داخليه عنجه. ايوه اللي هو مريت على الداخليه، كنت رئيس الداخليه دي. نعم، وغدر الله يعني لما نقول حنتوب يعني حتى الناس في الجزيرة، وأنا زول من غورة الجزيرة في إدارية طابت، الناس ما بتخيلوا حنتوب دي شنو، لأنها ما في حاجة بتربط الناس بها إلا طلاب علم فقط. يعني لا مدينة تجارة، لا مدينة أي حاجة. صحيح. مدينة بتاعت يعني هي جتتها كده، هذه المؤسسة اللي اسمها حنتوب. أنا أقول على شكل الإجمال، كل مؤسسات المرحلة الثانوية الموجودة في السودان كانوا الطلاب اللي هم بيصيغوها، إلا مدرسة حنتوب هي اللي قاعدة تصيغ الطلاب. يا سلام، كيف بتصيغ؟ باعتبار لما تمتلكم النظام. أيوة، يعني أنتوا وقفتوا هناك ما كان في طابور هنا، المدارس كلها فيها طابور، حنتوب ما عندها طابور. طيب إجلاس الناس في الميادين ده كان شنو؟ كان ده إجلاس الناس في الميادين والأساتذة في البليت العالي ده. أيوة، حنتوب كانت ده زي اجتماع صباحي معناها، مش طابور. أيوة، بل يعني ذاته أنا أتذكر يعني أحمد خالد قال الجرس ده ذاته يعني يستخدم لتوجيه البهائم، فألغى جرس. بالله. تمانية إلا ربع في 1500 طالب. إن يت في الفصل أو في الكلينيك. ده جرس داخلي مؤقت كده داخلي. بعد ذاك الصولات عمل هدى الزبير وحامد محمود هم اللي بيفتشوا الداخلية، لا سبيل. حنتوب يعني حتى لما شاهد جامعة خرطوم لقينا نفس النظام. إنت زول جادي وأكاديمي ده تحصل معرفة تلقى كل حاجات في صيدك. إنت زول ما جادي بتلقى كل حاجات ضدك. ما في سبيل لي إنك تكون ما رياضي. لاعتبار انه يعني اخونا استاذ زيلو بيتذكر كان في حاجه اسمها الكنتري ريس، هي 4 كيلو متر لازم تجوكها كل اسبوع. لازم دي كم؟ 4 كيلو. 4 كيلو يا لطيف. تجوكها وكل الاسطاب بيتحول لنقاط. بتجمع الاوراق دي وتجيب الاوراق الاساس الموزعين 20. ده ماراثون ده؟ نعم، زي الماراثون. بعد ذاك لو نقصت واحده برجعوك ثاني. في 6 ميادين. نعم نعم، 6 ميادين للكوره و6 ميادين، 10 ميادين للكوره، 10 ميادين للباسكت، 10 ميادين للطايره، حتى التنس. وما ازيع سر لو يعني وجود استاذنا الطيب علي، وهو كان استاذ ونحن طلاب فينا، كان في تلسكوب فلكي هنا. بالله. نعم، كان في تلسكوب فلكي، ونحن ذاته بنستغرب من يجي نشوف النجمه الصغيره دي قدر التبروقه. نستغرب ذاته دي سواها كيف. هسه ما في الا التيوب الحديدي الاول، عشان كده طلعت علماء من الحنتوب. نعم، كان في متحف للتاريخ، كان في متحف للجغرافيا، كان في متاحف دي يعني فيها المتاحف يعني كان فيها توصيل لكل الازياء في السودان للرجال والنساء. ايوه، ناس جغرافي وثقوا كل مصادر الدخل لاي ولايه من ولايات السودان. سلام. جميل. القبول لها كان قومي، يعني انت بتلقى الدنكاوي وبتلقى الجعلي وبتلقى الكاهلي وبتلقى من دارفور من كردفان. سلام. القبول قومي. ايوه، يعني حقيقه انا اقدر اقول اجمالا وطبعا لا يمكن التفصيل ان حنتوب كانت مرحله تمثل مرحله من نضج كل من قري هنا ولا يبدل باي مؤسسه. حتى لو مشينا جامعة خرطوم لقينا جامعة خرطوم صح مرحله قديمه وكده مؤسسه واي حاجه، لكن بالنسبه لنا احنا كطلاب حنتوب ما كان فيها غرابه. بالله ما فيها غرابه. الناس بيستغربوا يعني يجوا المكتب يقولوا كده. نحن كل الدواوين، ابن الفارض، ما تعرف ابو نواس، المتنبي، كل شاعر، حتى شعراء المحدثين، شعراء المهجر، جبران خليل جبران. أيوة. احمد شوقي، كل الأدب العرب كان حاجاتهم في المكتبة، بتلقى أي زول عنده ديوان كامل موجود. هذا كلام جميل. بل كانت المكتبة تستقبل طلاب حنتوب المجلات عن زي مجلة كردفان، احنا تابعينها من كتابات الزول اللي اسمه فاتح النور. أيوة. ومجلة سنار. أيوة. نعرف الناس اللي كانوا بيتكلموا. أيوة. من المملكة السنارية والخط المسماري. أيوة. بعد ذاك نزل الجزيرة 3 مجلات كلهم بيقروا هنا، خارج تقول ما مقروء. يعني خارج حنتوب العلوم ما مقروء. المتابعة، الندوات، المسرح،
مسرح حنتوب كانوا بالرغم من صعوبة المواصلات كانوا الناس يجوا باللانشات الصغير بتاع الهدهد ده. ما بتتخيلوا كم الناس اللي بيجوا من مدني عشان ويكلي يحضروا المسرح. الهدهد ده كان بيجي كم نفر؟ هو شعار، لا الهدهد شعار حنتوب. شعار حنتوب؟ آه شعار. أيوة. شعار الهدهد. أيوة. لكن كان عنده لانش واحد وماسكه زول اسمه عم عبده مشهور جدا. وحسين توفى رحمه الله. لما توفى ما بتتخيلي انا جاتني الصوره بتاع دعم عبده. يعني جات من امريكا من روسيا من السعوديه من النائب بلغرينو يعني عم عبده بتاع الرفاس توفى الله كم هم الصول برضه على الدزبير الدنيا دي كلها تنظر منه الدزبير كان صوره توفى سبحان الله. فناس حنتوب موجودين الا بيكونوا يعني مكنتنين في مؤسسات أو في أي ضرب من ضروب تجمعات الناس لكن على علاقة قوية جدا جدا ببعضنا. جميل. يبقى ده المسرح ودي الفنون. آه برضو. أيوة. الرياضة عندها صح يا نعم. دكتور زهير؟ نعم. أيوة يعني حس تفضل دكتور. آه فرح قال إنه في 10 ميادين 10 و10 دي وين الكلام؟ نحن نتكلم عن 40ات و50ات و60ات و70ات. أيوة بدي شيء جميل في شعبتنا بتاعت التربية الرياضية. أيوة لما نجي ننظم في تخطيط للعام الدراسي كله. يعني شغل ما كان عشوائي. عندنا 10 ملاعب وعندنا 10 داخليات. كل داخلية عارفة الليلة هي الليلة وين. في ملعب واحد بيكون أوف. الملعب الأوف ده الملعب الرئيسي. أيوة. عشان ده نعده بصورة جيدة. وعشان نلعب فيه المباراة المشهورة اسمها مباراة الأربع. أيوة. اللي نلعب مع فريق خارجي. أه. حنتوب كل يعني شوف طبقوا نظام الرياضة للجميع يعني غير انه في حصة التربية الرياضية داخل الجدول المدرسي يعني كان حنتوب من المدارس اللي بتلتزم لازم يكون في حصة بتاع التربية الرياضية داخل الجدول المدرسي لكل الفصول دي بالنهاية اجباري للجميع. بعد في النشاط الداخلي كل الداخلية بتكون موجودة في الملاعب. انت بتحس من الساعة بعد الغداء بتحس الناس كلها زرافاتا وبحدانا ماشيين للملاعب. انت عارف الليله عندك مجموعه بتجم تلعب طائره، مجموعه بتلعب سله، مجموعه بتلعب قدم. عندنا ملعب مشهور جدا في حنتوب اسمه ملعب الحرازه. ملعب الحرازه ده للاثليتكس لالعاب القوه. هاي الناس اللي بيمارسوا فيه الالعاب. ما تصوري عدد الحواجز وعدد الجلل وعدد الارماح وكل ادوات العاب القوه موجوده في المكتب. انا كان لما اجي افتح المكتب عشان بنادي الجماعة يمسكوا عشان الكور بتاعت السلة ما تطير أقول لهم سبتوها لي لأنه الدواليب ما شالتها. سبحان الله. آه. سبحان الله. بطريقة محترمة جدا حاجة ثانية جدا يعني. أيوه. يعني ظهر وسائط اتصالية جديدة زي الواتساب. هسه ظهر موقع اسمه داخلية دعان جديد داخليتي. جميل جميل. فلقيت صور من هنا كان عمري 15 16 سنة رسلوها لي من وين انا ذاتي ما عارف لكن الله الله حتى زول عرف رقبته. كل داخلية دعان جا الناس في الداخل والخارج يتبعوا في هذا الموقع. جميل والله. ممكن تشوف فيه. جميل والله. في جميل. موقع اخر ثاني بعد داخلية دعان جا اسمه حنتوب الاخوة الصادقة. اي زول لقى من حنتوب في كل بقاع الدنيا لقى واحد خاصة أنا زول كنت معروف شوية كنت رئيس داخلية. أيوة. وكنت نشط. أيوة. يعني في الموسيقى نشط في الغناء كده. جميل جميل. بالله تغني؟ ما تقول لي غني الكلام ده قبل 39 سنة حسنا بياخي اللي خاص في الإذاعة أقول كنت أعزف أكورديون. طبعا بعزف أكورديون ككيبورد بعزف البيانو بعزف الأورج بعزف الحاجات الثانية. جميل جميل. بعد ذاك جيت بعرف العود. يعني أخونا الكبير الأمين عبد الغفار. أيوة. علمنا نعزف العود فجيت حنتوب بعزف العود لقيت ناس الأكورديون دول كلام جميل. داير اقول انه على المستوى الثقافي يعني ما قاطع كلامك لكن المكاتب الورد دي كلها كانت زمان الموسيقى صح؟ دي كانت الموسيقى ودي كانت الفنون يعني دي اكثر من 6 فصول تقريبا. يعني داير اقول لك ثاني انه حنتوب لم تكن مغلقه زي ما يعني يصف الزول. حنتوب ما عندنا شغله بمدني كمدينه لكن كوعي سياسي متجاوز مدني ومتجاوز السودان. جميل. يعني ايام التطبيع في مصر مع. أيوه. مع اليهود. أيوه. الصحف دي كلها بقت موضوع التطبيع مع مصر. صلاه السادات في القدس كل الصور بار العربيه والعالميه. أيوة. الاقليميه كلها كانوا متابعين اي حاجه يعني. طيب حس الشباب الحس كيف انا لانه والله الذكريات دي جميله وما هتخلص افتكر. آه. اصلا ما هتنتهي لانه بجد الروح دي احنا حتى
بقت متلبسانة خلاص، احنا كده تلبسنا كل الجمال من حنتوب. الشباب الان هل عندهم برضو يعني نفس البريق اللي كان عندكم كطلاب وبعدين كاساتذه يعني هل طيب موجودين؟ ما كان في وسط التصاليب معنى الحسي ده يعني في طلاب نجباء كده بيجوا يعني يخلعوكم خلينا نقول لا يخلعوك هذيك الخلعه دي نحن جانا زول من مناطق الكريمي دي طيب قدم لنا محاضره وهو في سنه اولى وجاي من الكريمي يعني ما جاي من الخرطوم ولا من درمان بلد المكتبات قدم لنا محاضره عن القدره الوصفيه للشاعر ابن الرومي ما شاء الله وجزل اتذكر اسمه طارق مين انا لسه ما اتذكره بس انا طولت قدم لنا محاضره بالانجليزي عن الفلاين بليتس ما شاء الله اول اطباق الطائره ما شاء الله اما في المكتبه هنا يعني عادي جدا تقول الكتاب الفلاني تلقى زميلك ويقول لك اخذ قرينا زمان بعدين كنا لما نجي ندفع ريال للمكتبه الوطنيه وبتديك كتابين كتابين قرينا يوسف ادريس قرينا جورج زيدان قرينا ما تعرف عدد من القصاص محمود درويش من معين بسيسو الشعراء في المنطقه العربيه لحد ما بدا شعر المقاومه أيوة. الفلسطينيه أيوة. الناس متابعين متابعه شديد سميح القاسم انا يمكن يعني كنت اقرا انه حتى مساله القراءات دي حتى لو الواحد ما عنده ميول شديده لكن عنصر المنافسه أيوة. بين الناس وانه كل واحد يتباهى بانه والله انا قريت الحاجه الفلانيه وشفت الديوان الفلاني بيحفز الناس على القراءه ودي الميزه الموجوده من كل الناس اللي تخرجوا في علم الحدود وانتم كمميزين حقيقه كاساتذه يعني لكم الفضل ولكم الشكر في انتم كل اللي بتقدموه للطلاب الموجودين هنا نتمنى ان شاء الله ان الذكريات دي دائما تكون كده موجوده وجميله وحنتوب تكون جميله زي ما هي كاسم دائما دكتور زهير شكرا لك كثير شكرا جزيلا لك يديك الصحه والعافيه شكرا جزيلا يا دكتور فرح الله يخليك يديك العافيه اتفضل يعني معليش اول حاجه انا داير احيي طلابنا اللي درسناهم في حنتوب الثانويه يعني انا متاكد انه في كثير من الناس لما يشوفونا يعني بيزعدوا لانه أيوة العلاقه اللي بيننا علاقه اخويه صداقه يعني علاقه صعبه جدا يعني اخوه ويعني دي من الحاجات المهمه الحاجه الثانيه داير اضيفها كثير من ابناء حنتوب الثانويه يحزنون لاستبدال حنتوب بكليه التربيه لكن ابشرهم خيرا انه كليه التربيه ماضيه والحمد لله ورثنا ماضي تليد ونحن ان شاء الله حاضر جيد ومستقبل مشرق وده اللي احنا الحمد لله كل الدول الدول من خارج السودان بيجوا يحضروا هنا دكتوراه وماجستير وهذه الكليه تعج بعلماء يا سلام وهذه الكليه انا يعني رغم التغييرات اللي احنا بنتغزل في ابنائنا زمان بناتنا حاليا والله بنات يعني ممتازات وهذه الكليه كليه متميزه ومتفرده واطمنهم انه ما ذهبت حنتوب هذا المبنى العظيم لمكان اخر غير مكان تربوي فنحن من التربيه الى التربيه جميل جميل ومن التربيه الى التربيه بدينا معاكم وختمنا معاكم اجمل حوار يعطيك العافيه مشكور كثير الله يكرمك الله يسلمك كيف لكم الرحيل المشاهدين تحياتي وبهديك يا عجبي الجميلة الجميلة بالتأكيد حنتوب الجميلة اللي احنا لقينا رحيقة الرائع والجميل من أسماء الأساتذة والمعلمين اللي كانوا موجودين وانتهاءا بالطلاب اللي أصبحوا أيضا هم قيادات في كل مجال من المجالات بالتأكيد المرأة السودانية اللي عندها أدوار عظيمة صحيح هي ما كانت في مدرسة حنتوب كطالبة لكن الآن خليني أقول بأنه حصل نوع من التطوير حتى في شكل المدرسة بعد ما بقت كلية وأصبحت الآن كلية للبنات فأنا سعيدة ألاقي واحدة من المعلمات المتميزات والأستاذات الفضليات عميد كلية التربية بجامعة حنتوب دكتورة زينب محمد إبراهيم كساب أهلا ومرحبا بك يا دكتورة شرفتينا كثير في رحيق الأمكنة أهلا ومرحبا أنا سعيدة أنه ألاقيها يعني دي المرة الثانية أنا سعيدة أنه كانت ضيفتي كانت في بيت الهنا حقيقة وسعيدة أنه ألاقيها كأستاذة ومعلمة وهي فخر للطالبات المتميزات بتها في 2006 كانت أولى السودان الشهادة السودانية فأهلا ومرحبا بك يا دكتورة شرفتينا كثير في رحيق الأمكنة تحية لكم من حنتوب أبغى التاريخ والمكان والزمان وحقيقة حنتوب هي
كانت مدرسة ثانوية قومية للبنين فقط إلى عام 1949، حيث صدر غرار من رئيس الجمهورية، غرار رقم 65 لعام 1994، بأن تؤول مدرسة كلية التربية مدرسة حنتوب الثانوية لكلية التربية حنتوب جامعة الجزيرة. وانتقلت الكلية من مجمع الرازي بمدينة ود مدني إلى حنتوب عروس النيل كما يقال لها، حنتوب الجميلة. واستمرت الكلية بنين وبنات إلى الدفعة 22، وحينها تحولت كلية التربية حنتوب من بنين وبنات إلى بنات فقط. وذلك بعد أن لاحظت الجامعة أن عدد الطالبات أصبح تقريبا الدفعة الأخيرة بها 575 طالب وطالبة، الطالبات كانوا 505 والطلاب كانوا 70، وبالتالي أوتوماتيك للحكاية انحسر عدد الطلاب. ومن حق أولياء الأمور الذين أنتوا أخذتوا بحق البنات للفترة اللي فاتت كلها من الأربعينات للفترة السابقة، أنه ما كانت في مدرسة قومية للطالبات وأصبحت الكلية. وكانت يعني أمتها نفر كبير من الأستاذات اللي عندهم دور كبير، زي الأستاذة نفيسة صبير، الكل يعرف أستاذة نفيسة صبير أستاذة التاريخ ومدى إبداعاتها وإشراقاتها في مجال التعليم، الأستاذة لباب المكاشفي، الدكتورة رضية باب الله، وديل كلهم أستاذات متميزات تخرجنا من جامعة الخرطوم في عهدها الأول. الشكل العام للزول، إحنا طبعا أول مرة نخش حنتوب، إذا كنا بنشوفك صور أو في التلفزيون ما زي الزول فعلا لما يدخل كده بنفسه، الحاجة أكثر من رائعة وجميلة، لكن حصلت فيها بعض التحديثات اللي ما غيرت افتكر، يعني احنا يمكن ما شفناها قبل كده، كما حس يمكن في تغيير، هل الشعور اللي عندك صحيح وورينا الحاجات اللي انتم غيرتوا ايش؟ والله التغيير اللي حصل في الكلية، نحن الإدارات المتعاقبة يعني مروا 5 عمداء للكلية، افتكر بروفيسور عبد السلام محمود، ثم بروفيسور علي النعيم، ثم بروفيسور أحمد محمد الحسن شنان، ثم بروفيسور عمر السيد العباس، وأخيرا شخصي زينب محمد إبراهيم كساب. كل هؤلاء العمد الذين مروا على عمادة هذه الكلية رأوا إنه المبنى البنوه الإنجليز قائم على أساس متين، وبالتالي يمكن المحافظة على عراقة وشكل الكلية مع إحداث بعد التحوير، أيوة. عشان ما يحصل أدابتيشن مع العصر الجديد. شكرا جزيلا دكتورة زينب، شرفتينا كثير، ونتمنى لكم حقيقة كل التوفيق، ودائما حنتوب زي ما هي بعراقتها وأصالتها وشطارتها اللي خلينا نقول الصيد بتاعها في كل العالم، يدوي أيضا كل الطالبات الموجودات يجدوا حظهم برضو إن شاء الله في هذا الجمال. تحياتي وبهديك يا عجبي دي كانت حنتوب الجميلة، حنتوب اللي فيها حقيقة كل الرحيق وكل الجمال، متأصل في المكان ومتأصل في الزمان ومتأصل في عادات وتقاليد جاءت مختلفة من كل السودان، بتمثل شيء واحد هو العلم والمعرفة وحب هذا المكان المتأصل والمتعمق لكل أستاذ ولكل طالب ولكل طالب الآن في هذه الكلية، ابتداء من مدرسة حنتوب الثانوية وانتهاء بهذه الكلية التي خصصت للبنات. سعيدة جدا بأنه التقيت بعدد وفير من الأساتذة والمعلمين والمعلمات والطالبات اللي حقيقة نقلوا لنا كثير من الرحيق اللي هم عاشوه في هذا المكان. لأول مرة نمشي مكان نلقى فيه الرحيق متأصل وحب المكان متجدد، وبالتأكيد هذا الإحساس إحنا حسينا به ونتمنى أنه يكون وصلكم للمكان اللي كان فيه الأدب والفكر والثقافة والعلم، للمكان اللي فيه غدا ألقاك للهادي آدم اللي اتكتب في واحدة من الفصول دي، بالمكان اللي كان فيه غضبك جميل زي بسمتك كواحد من النجارين اللي كانوا موجودين في هذا المكان. نختم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة بوداعا روضة الغناء وداعا معبد القدسي، في أمان الله. الجميلة الجميلة حنتوب الجميلة.